I will move on, and next I will give the floor to the distinguished representative of State of Palestine. You have the floor. شكرا سيدة الرئيسة السيدة الرئيسة السيدات والسادة إن إسرائيل ومنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وهي تستخدم الأراضي الفلسطينية مكبات للنفايات الخطرة والصلبة وتساهم المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بشكل كبير في تلوث البيئة حيث يوجد فيها ما يزيد عن 200 مصنع لمختلف الصناعات الكيماوية المسربة للمواد السامة في الأراضي الفلسطينية والتي تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة وذلك عن طريق تحويل مياه الصرف الصحي والمياه العادمة التي تحوي مواد كيماوية تتسبب بأضرار صحية للسكان وتصحر التربة الزراعية آخر وأحدث كارثة هي الحرب المدمرة التي تقوم بها هذه الأيام إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثاني حيث تتعرض فيه البيوت الآهلة بالسكان المدنيين والمدارس والجامعات وأماكن العبادة والبنى التحتية إلى القصف من الجو والبر والبحر مستخدمة الطائرات والبوارج الحربية والدبابات وقد راح ضحية هذه الحرب الغاشمة على أهلنا في القطاع أكثر من 180 شهيد وأكثر من 1300 جريح إضافة إلى الدمار الذي تعرضت له مربعات سكنية كاملة نتيجة القصف العشوائي وكلنا أمل أن تتوقف هذه الحرب الكارثة بمعنى الكلمة التي لا تجلب سوى الويلات والدمار للطرفين السيدات والسادة الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل متواصل لكوارث من صنع الإنسان والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لذا نأمل أن الإطار الجديد للحد من الكوارث لما بعد 2015 أن يأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وما تواجهه من تحديات لتنفيذ استراتيجيات للحد من أخطار الكوارث والعوائق التي يضعها الاحتلال أمام المجتمعات المحلية وما يترتب على ذلك من تدمير للاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسبة الفقر وغيرها وأخيرا سيدة الرئيسة إن دولة فلسطين تؤكد التزامها الثابت بالمواثيق الدولية المتعلقة بمواجهة الكوارث رغم الظروف الصعبة والمعيقات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين شكرا سيدة الرئيسة I thank the distinguished representative of the State of Palestine.